يا رب، يا صاحب الكرم، يا كثير النعم، يا متولي شؤوننا بالإعطاء منذ القدم، أكرمتنا بواسع الأرزاق دون أن ندعوك، وفتحت لنا الأبواب المغلقة من قبل أن نرجوك. يا من سخرت الشمس والقمر دائبين، وسخرت لنا الليل والنهار، يا من أخرجت كنوز أرزاقك من بواطن أراضيك لمن اصطفيته من عبادك، فأحييت به بلادا كثيرة وأسكنتها أولياءك. يا رب، اجعلنا من المقسطين في المطعم والمشرب، حتى ندخل يا مولانا في زمرة من تحبهم، فإنك تحب المقسطين. يا رب، لا تسلط علينا من خيراتك ما نؤذي به أنفسنا، فلك الحمد يا ربنا على نعم لا يوفى شكرها، والشكر لك يا إلهي عند فقدها، فأنت الرزاق وأنا الآخذ، وأنت القادر وأنا العاجز. يا من رحمته قريب من المحسنين، وحمده عز للحامدين.